للمزيد من التفصيل عما يجري في الضفة الغربية من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والاقتحامات وقتل الفلسطينيين، تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء، أهلا بك، ضعينا في تفاصيل هذا اليوم، ارتفاع الأعداد من الشهداء إلى أكثر من 30 شهيدا في أقل من أسبوع، بالإضافة إلى استمرار عمليات الاعتقالات، وما أيضا أريد أن أعرف منك تداعيات استخدام نتنياهو للخارطة يوم أمس بعدم وجود الضفة الغربية ضمن خارطة فلسطين. نعم، أهلا بك رعد وبكافة الصدى المشاهدين. نبدأ من آخر التطورات في مدينة جنين ومخيمها ومدينة طول كرم ومخيمها. نبدأ من مدينة جنين، حيث آخر التطورات والأحداث أن قوات الاحتلال تمد الجيش الإسرائيلي بعتادا سواء عسكري أو حتى الوقود. نتحدث عن أيضا وصول تعزيزات كبيرة جدا بين الحين والآخر لمدينة جنين ومخيمها. أيضا نتحدث بهذا الشأن في كفردان إلى الغربي من مدينة جنين، كانت قد حاصرت قوات الاحتلال منزلا، وبعد ذلك قامت جرافات الاحتلال ب هدم هذا المنزل، وقبل أن تهدمه قد نادت عبر مكبرات الصوت بأن من يتحصن داخل المنزل يجب عليه تسليم نفسه، إلا أنه لم يخرج أحد من هذا المنزل، وبعد ذلك قامت قوات الاحتلال بهدم هذا المنزل وسوته في الأرض. كان هناك اشتباك مسلح ما بين قوات الاحتلال وبعض الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة. أسجلت طفلة تبلغ من العمر 16 عاما وهي لوجين مصلح من بلدة كفردان. نتحدث أيضا كان هناك إطلاق وابل من الرصاص الحي على جموع الصحفيين الذين تواجدوا في هذه المنطقة. أصيب صحفيان برصاص الاحتلال ومنهم بشظايا الرصاص، وأيضا انسحبت قوات الاحتلال من تلك المنطقة. بين الحين والآخر في مدينة جنين اتصلت تعزيزات الكبيرة جدا، وأيضا نتحدث عن تدمير لدوار السينما ودوار الحصان وغيرها من الأحياء في مدينة جنين ومخيمها، وأيضا هناك عدد من المحال التجارية التي سويت بالأرض وأيضا أغلقت هذه المحال بالسواتر الترابية. ننتقل إلى مدينة طول كرم، حيث مخيم طول كرم وأيضا المدينة تحاصر قوات الاحتلال منذ الصباح الباكر. هذه المدينة وأيضا مخيم طول كرم، كان هناك حصار لمنزل في ضاحية ذنابة وحصر لأكثر من ساعة، وبعد ذلك قصفت قوات الاحتلال بقذائف الإنيرجا. نتحدث عن انتشال جثمانين لشهيدين، وأبلغت وزارة أو الارتباط المدني العسكري الإسرائيلي أبلغ الارتباط الفلسطيني بارتقائهما ليرتفع عدد شهداء هذه العملية العسكرية الموسعة في مدينة طوباس وأيضا في مدينة طول كرم ومدينة جنين إلى 32 شهيدا ومعهم الطفلة، ليبلغ عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا جراء هذه العملية الموسعة إلى 33 شهيدا منذ بدء هذه العملية الأوسع منذ عام 2002 في الضفة الغربية. أما بمزيد من الأخبار، كما تحدثت أيضا في مدينة طول كرم حيث حارت البلاونة، تقوم قوات الاحتلال بمداهمة المنازل واعتقال عدد كبير من الفلسطينيين. كانت الفصائل الفلسطينية قد أوقعت قوة راجلة من الاحتلال الإسرائيلي في حارة البلاونة بكمين محكم، وقاموا وأكدوا أن هناك إصابات محققة في ضمن هذا الكمين، ولكن الإعلام الإسرائيلي لم يتحدث عن هذه الإصابات منذ العملية العسكرية الموسعة في مخيمات شمالي الضفة الغربية. لم يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن قتل أو حتى إصابة أحد الجنود في هذه العملية العسكرية، وهذا نتحدث عنه دائما أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتحدث عن أي تفاصيل بأن هناك فعليا إصابات محققة من قبل الكمان التي تنصبها الفصائل الفلسطينية في شمالي الضفة الغربية وبالتحديد في المخيمات. نعم. أيضا نتحدث عن أن بالنسبة للخارطة التي تحدث عنها رعد، كان هناك فعليا استنكار من قبل الخارجية الفلسطينية وأيضا القيادة الفلسطينية بأنه كمحللين وأيضا كوزارة خارجية
هي تعمل بخبث الاحتلال الإسرائيلي بأنه التهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية، وهي تقول للفلسطينيين سيكون هناك سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية، والمساعي الإسرائيلية والنية التي كانت مبيتة منذ زمن بعيد بتهجير الفلسطينيين سواء في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية باتت واضحة للعلن، بأن مخططات الاستعمار الإسرائيلي في الضفة الغربية هو واضح، وهو تهجير الفلسطينيين سواء في الضفة أو حتى في قطاع غزة. وهذا ما أحدثه من ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، أين ذهبت الضفة الغربية من هذه الخارطة، وأن هي لم تسقط سهوا من قبل بنيامين نتنياهو بهذه الأحداثيات التي تحدث عنها سواء بمحور نتساريم أو حتى محور فيلادلفيا، وأيضا العملية العسكرية والإبادة الجماعية في قطاع غزة. ولا وكنت تتكلمين معنا قبل قليل، كانت على الهواء صورة مباشرة لاستمرار العملية العسكرية، وهذه هي الآن صورة العملية العسكرية في جنين، التي حتى الأمم المتحدة بدأت تتحدث عن ضرورة حماية المواطنين في مدينة جنين. لم يكتف الاحتلال باستهداف مخيم جنين، الآن هو يستهدف المدينة واستهداف مدن أخرى في الضفة الغربية، في طول كرم وفي قلقيلية وكذلك الجليل والخليل، محافظتي الخليل وقلقيلية، وهناك اعتقالات لأكثر من 150 فلسطينيا حتى الساعة في العملية العسكرية الأخيرة التي يقوم بها جيش الاحتلال للأسبوع المنصرم، وارتفاع عدد الضحايا من الشهداء إلى 34 شهيدا. وهذه الصورة تأتينا مباشرة لطواقم الإسعاف التي تحاول ربما إنقاذ أو انتشال جثامين لشهداء أو مصابين في هذه المنطقة في جنين، حيث يكون موجود قوات الاحتلال في هذه المنطقة ويقوم بعمليات الاعتداء. شكرا جزيلا لك ولا السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.